دشداشه تعتبر موروث شعبي خاصه مدينه سامرة، اكثرهم يلبسون دشداشه. اضافه الى تنوع القماش، قسم انجليزي وقسم هندي وقسم ايطالي وقسم صيني، فالزبون من يجي ما يلقى بالجاهز مثل ما يلقى بالخياطه. الجاهز غالبا يعني القماش صيني، فمن يجي خيط هم اكو موديلات مختلفه اللي هو يعجبه، والقياسات ايضا مثل ما يريد هو. فما اعتقد تاثرت مثل البنطلون او القميص. أكيد أفضل شيء هو إحنا زينا عربي، نفضل الزي العربي خاصة الفصال يم الخياطين، ومو كل خياط، نختار الخياط الجيد، ملابس خياطه جيد، فصاله جيد، ولهذا الزي العربي دائما يقعد على جسم الإنسان بالفصال أحسن من الحاضر. الحاضر ما يجي مثل المواصفات اللي تريدها ويقعد على الجسم مثل ما تريده أنت، بينما يم الخياطين تجي فصال راهم وقاعد فيطلعك بواجهة جميلة وشخصية أفضل، ولهذا احنا نفضل الخياطين دائما. شنو الخياطة اللي تحبها؟ والخياطة العراقية، ما زول الخياطة العراقية أفضل من الخليجي وغير الخليجي. الخياطة العراقية اسم العراق، بكل شيء يخص العراق احنا نحبه.